ليلى مصطفى، رئيسة المشتركة لمجلس الرقة المدني. بداية نحيي كافة المشاهدين والمستمعين وكافة الحضور طبعا، ونشكر الجهود المبذولة وهذه الالتفاتة الجميلة الرائعة التي سنحت لنا الفرصة للانضمام بهذا اليوم وبهذه الفعالية وهذا المهرجان. طبعا جميل جدا هذه الاحتفالات والفعاليات مع انطلاقة أيام الربيع، أيام التجديد والتطوير والإبداع التي تعيد البهجة والسرور لأنفس كافة المواطنين والشعوب. حقيقة نحن هنا في الرقة كإدارة مدنية ديمقراطية منذ بدايات تحرير الرقة لا يخفى على أحد يعني مشهد الدمار الحاصل وحالة المنطقة ككل، سواء كدمار بنى تحتية، سواء كألغام، سواء سواء سواء، كان مشهد أثار الصدمة حقيقة لدى جميع أهالي المنطقة، وكان فظيع هول المشهد الذي رأيناه وشاهدناه. ولكن بإرادة أبناء المنطقة وأهالي المنطقة وبتنسيق عالي جدا مع الإدارة المدنية الديمقراطية في الرقة، استطعنا تحقيق خطوات جميلة ونوعية في العديد من المجالات والجوانب والأصعدة التي تحيي الحياة في كافة شرايين المدينة وكافة المناطق التابعة للحدود الإدارية لمجلس الرقة المدني. الرقة تعتبر قلب سوريا النابض، وبالجهود المتواضعة المشتركة، الجهود المبذولة، وبإرادة أبناء المنطقة وأهالي المنطقة، وبالإرادة الحقيقية الحرة النابعة من الوصول إلى أهداف وتطلعات واحتياجات أبناء المنطقة وأهاليها والمجتمعات بما يتلائم مع المجتمع الطبيعي وفي مجالات عديدة، استطعنا تحقيق العديد من المشاريع النوعية التي يحتاجها المواطن بشكل عام، سواء في البنى التحتية، سواء في مجال الخدمات الأساسية، سواء في جانب المياه، سواء في جانب الكهرباء، سواء في جانب القطاعات الصحية أو الاقتصادية وغيرها. عملنا قدر الإمكان على توفير البيئة السليمة والطبيعية. لا نقول بأننا وصلنا إلى تحقيق أهدافنا في هذه النقاط التي ذكرناها، عملنا على تحقيق بعض النقاط، بعض الإنجازات، رغم هذا الدعم الخجول ورغم التحديات العديدة التي تمر بها المنطقة وعلى كافة الأصعدة، ولا زال هناك العديد والعديد والعديد من المشاريع التي تنتظر العمل عليها. هناك قسم صغير يتم العمل عليها، وهناك مشاريع لا يزال العمل جاري على تأمين الدعم المطلوب لتنفيذها على الأرض. طبعا نحن بدورنا نعمل قدر الإمكان على دعم كافة المشاريع والتجارب التي تلامس بشكل مباشر مع طبيعة الاحتياجات الأساسية والبيئة والمناخ المناسب، وعلى خطوات تتناسب مع الإمكانات المتوفرة بين أيدينا. لا يخفى كذلك الأمر بأن بعض المشاريع كذلك الأمر يحتاج إلى دعم، وبعض المشاريع والإنجازات الهامة بإرادة أبنائها تم الوصول إليها. وها هنا نشاهد بأن الرقة اليوم ترتدي ألوان الربيع، ألوان البهجة والسرور. إذا ما قارنا ما بين بدايات تحرير الرقة والمشهد الذي نشاهد اليوم، استطعنا وبشكل يتناسب مع الظروف المتوفرة إعادة البهجة وألوان المدينة وضخ السعادة والسرور في أحيائها وشوارعها واحتياجات المواطنين.
فقط هناك بعض الأعمال التي لا تزال تنتظرنا. إذا ما قارنا هذه الأعمال والمنجزات نصل حقيقة إلى أن إرادة الإنسان قادرة على تحقيق المنجزات حقيقة، يعني إذا ما قارنا ما بين المشهد اليوم ومشهد بداية تحرير الرقة. ونحن بدورنا نحيي كافة المشاريع التي تدعم هذا النوع من الجوانب التي ذكرناها، التي تدعم بشكل مباشر تحقيق البيئة والمناخ الذي يتناسب مع طبيعة هذه الاحتياجات. وكذلك الأمر نود أن نقول هناك احتياج واهتمام دولي بهذا النوع من هذه المشاريع. طبعا وأخيرا نبارك للشعب الفرنسي في غرينوبل هذا المهرجان وهذه الفعالية التي تتزامن مع أيام الربيع. ودائما نحن نعرف بأن أيام الربيع هي التجديد والإبداع والتطوير والوصول إلى قدر يتناسب مع احتياج المواطنين والمجتمعات بشكل كامل. وبدورنا نحن وبإرادة أبناء المنطقة وبإصرار نسعى لتأمين هذه المتطلبات والاحتياجات. ذكرنا نحن بأن الرقة هي قلب سوريا النابض، ونحن بهذا الإصرار بأن تكون الرقة نموذج لسوريا، سوريا الغد، سوريا لكافة السوريين، التي تتناسب وتحقق تطلعات كافة المكونات والرؤى السورية. ونقول لكم شكرا لهذه الالتفاتة المتواضعة بانضمامنا بهذا اليوم. هذا الشيء يحظى باهتمام كبير جدا من قبلنا وبالشكر والامتنان. نتمنى للجميع النجاح والتوفيق، وشكرا لكم جميعا.